asking for and giving advice. يعني طالب كيفاش كان طلب النصيحة وكيفاش كان يعطيها. أمثلة. للا ميمونة. I want to be a lovable person. What should I do? أريد أن أكون شخصا محبوبا. ماذا بماذا تنصحني؟ هذه what should I do? هي asking for advice. لطلب نصيحة. شارب الكمونة. I advise you to work smart, smile and be optimistic. أنصحك بأن تشتغلي بذكاء, أن تبتسمي وأن تكوني متفائلة. هذه giving advice. I advise you. للا ميرا, I don't sleep very well. What do you advise me to do? للا ميرا, لا أنا مجيدا, بماذا تنصحني أفعله؟ لماذا تنصحني؟ What do you advise me to do? أنا asking for advice. لأن المولى, if I were you, I'd or I would, I'd forget about my problems when I go to bed. أنصحك أو لو كنت مكانك أو لو كنت أنت ونسيت مشاكلي حينما أذهب إلى السرير ولا أريد النوم. هذه if I were you I would راها expressions of giving advice. كنستعملها بلي كنبغي نعطيو نصيحة. جانيت, I don't want to be pregnant. What ought I to do? يا جانيت, ما بغيش نولي حبلة ولا حاملة. بماذا تنصحوني؟ What ought I to do? Asking for advice. دكتور ستايلا, why don't you take birth control pills? يعني دكتور ستايلا أنصحك, why don't you? The expression of giving advice. عبارة باش كنعطيو النصيحة. لماذا لا تأخذين حبوب منع الحمل؟ جانيت, that's a good idea. إن فكرة جديدة. ولا thanks for your advice. أشكرك على نصيحتك. هذه أن جانيت قبلت النصيحة ديال دكتور ستايلا. Now asking for advice, هذه عبارات اللي كنستعملهم بلي كنبغي نطلبو النصيحة, وهادو عبارات giving advice, عبارات كنستعملهم بلي كنبغي نعطيو النصيحة. عبارات أخرى, asking for advice, what do you suggest? Giving advice, I suggest you. ولا عندنا another expression, you had better. Exercise one, تمرين رقم واحد. What's your advice to these people? أشن هي النصيحة ديك لهاد الناس؟ واستعمل العبارات ديال النصيحة ديال إعطاء النصيحة دي شنو؟ I feel I am gaining weight these days. I don't know what to do. كنشعر أنني غادي وكنسمن ولا كنغلط. ما عرفتش اش غندير. أنت النصيحة ديالك ليه هو you had better exercise and go on diet. أنصحك باش دير رياضة وباش دير تبدا واحد الحمية غذائية. تابع نفس التمرين. رقم جوج, I tried to give up smoking many times but I failed. How can I get rid of it? نحاول باش نتوقف على التدخين عدة مرات ولكن فشلت. كيفاش نتخلص من التدخين؟ You ought to have a strong will. When there is a will, there is a way. أنصحك باش تكون عندك واحد الإرادة قوية. إن حينما تكون هناك إرادة يكون دائما هناك طريق. رقم ثلاثة, What's the best means of transport to visit Ouarzazate? ما هو أحسن وسيلة للنقل لزيارة Ouarzazate? You, I advise you,
I advise you to cycle so that you can see beautiful forests of Tufliat and Tizintishka. أنصحك باش تمشي لوزازات عن طريق الدراجة العادية. يعني المسافة شوية طويلة ولكن غتشوف غابات جميلة ديال تفليحت وديال تيزنتشكا وغيرها من المناطق الخلابة. تابع نفس التمرين. رقم 4. I find it difficult to speak English like you. How can I improve my spoken English? كنصيب صعوبة باش نتحدث الإنجليزية بحالك. كيفاش يمكن نحسن الإنجليزية ديال المحادثة ديالي؟ You. Why don't you? Why don't you marry an English princess? أنصحك بزواج من أميرة إنجليزية باش تبقى تتكلم معاك. وبالتالي غادي تولي تتكلم الإنجليزية مزيان. ولا لك إلا كانت فتاة. Why don't you marry an English prince? لماذا لا تتزوجي إذا كنت فتاة تتزوجي أميرا إنجليزيا؟ غادي يبقى يتكلم معك وبالتالي غادي تحسن من اللغة الإنجليزية. أو نصيحة أخرى. If I were you, I would watch all the videos in my channel English بالدارجة. يعني كون كنت مكانك ولا أنصحك بمشاهدة جميع الفيديو في القناة ديالي English بالدارجة. Now exercise 2, تمرين رقم 2. Match its sentence in box A with the corresponding sentence in box B. عندنا جمل اللي كاين في الخانة أليف A غادي نوازيهم مع النصف الصحيح ديالو اللي كاين في الخانة B. تابع نفس التمرين. تابع نفس التمرين. إذن بالنسبة للأجوبة هي كالآتي. عندنا رقم 1. What should I do to improve my writing skill? أش غندير بماذا تنصحني فعله لكي أحسن مهارة الكتابة ديالي؟ عندنا رقم 1 هو السي. السي. You ought to read a lot and practice writing daily. خاصك تقرا بزاف ديال الكتوبة بطبيعة الحال الإنجليزية وخاصك تمرن على الكتابة يوميا. رقم 2. What do you advise me to do to succeed in my career? باش غتنصحني باش ننجح في العمل ديالي. هو A. I advise you to be serious and organized. أنصحك باش تكون جدي في العمل ديالك وتكون منظم لأن الجدية والنظام هو أساس النجاح. رقم 3. Where do you think I should go to continue my university studies? فين غتنصحني باش نمشي نكمل التعليم الجامعي ديالي. رقم 3 هي D. If I were you, I would choose an engineering school or the faculty of medicine. كن أنصحك باش تختار إما مدرسة ديال الهندسة العليا ولا كلية الطب. رقم 4. What should I do once in Marrakesh? باش كتنصحني ندير ولا نعمل بلي نمشي لمراكش ولا نزور مراكش. Now for any pay, now I advise you to see جامع فلا سكوير and هاتي and المنارة gardens. يعني كنصحك باش تزور جامع فلا سكوير قلب النابي ديال مراكش والحدائق اللي هي كثيرة مثلا حدائق المنارة وحدائق الحارتي وكاين حدائق أخرى مولاي عبد السلام أوداد وكاين حدائق اللي هي خاصة بريفي. Now exercise number 3, تمرين رقم 3. What would you say in the following situations? اش خاصك تنصح هاد الناس في هاد الوضعيات ولا اش غتقول في هاد الوضعيات؟ اذا رقم 1. I'm preparing a portfolio about your country. What cities should I focus on and what pictures should I include in my
بروجكت. انا كان هي واحد المشروع ديال القمرة، حول مشروع حول الدولة ديالك، ما هي المدن، بماذا، ما هي المدن اللي كتنصحني باش نركز عليها، وما هي الصور اللي كتنصحني باش نديرها في المشروع ديالي. You should visit imperial cities such as Fez، يعني خاصك تزور المدن المغربية اللي كانت عاصمة ديال المغرب، مثلا فاس، مراكش، مكناس، إلى غير ذلك المدن الإمبريالية. And also visit remote villages in deep Morocco or useless Morocco، وأنصحك باش تزور القرى النائية البعيدة اللي كاينة في ما يسمى بالمغرب العميق، ولا ما كان يسمى بالمغرب الغير نافع، useless Morocco. تابع نفس التمرين. Now, so I feel ill these days. I think I should see a doctor. Where do you advise me to go? So, كان شعر أنني مريضة هاليومات، فين كان ما وين تشوف شي طبيب؟ فين غتنصحني نمشي؟ You, if you have money or a medical insurance, you ought to go to a private clinic. إلا كان عندك الفلوس، ولا تأمين صحي، أنصحك، أنا أنصحك باش تمشي لكلينيك بصحة خاصة، لأن المستشفيات العمومية فيها ظروف اللي هي جد صعبة. رقم ثلاثة. What's your advice to those who want to continue their studies abroad, find a job and stay there؟ ما هي النصيحة ديالك لهذوك اللي بغاو يمشيو يكملوا التعليم ديالهم في الخارج ويسيبوا خدمة تما ويبقاو تما في الخارج؟ يو اي ادفايز ذيم تو ستادي هير ان موروكو، كنصحهم باش يقراو هنا في المغرب. علاش؟ باش يكافحوا ويناضلوا باش يغيروا الوضع ويحسنوا الوضع هنا في المغرب، لان اللي جا كلشي بغا يهرب لبرا للخارج، يعني شكون اللي غادي يغير وشكون اللي غادي يحسن الوضع هنا في المغرب؟ Exercise 4. Give advice in the following situations. فالوضعيات غتعطي نصائح. رقم واحد. When you have to speak in public. بلي كتبغي تخاطب الجماهير، يعني في مكان عمومي. Now, you should prepare your speech and be diplomatic، يعني خاصك تهيئ الخطاب ديالك اللي بغيت تقول، باش ما ترتكبش اخطاء، وخاصك تكون دبلوماسي في الكلام ديالك باش ما تجرح حتى شي واحد. رقم جوج. When you are being interviewed for a job، بلي كتكوني في واحد المقابله ديال العمل، يعني المشغل كيسجلك قبل ما يعطيك الخدمه. You had better look smart and polite، يعني انصحك باش ان خاصك تكوني نظيف وتبان ذكي ومؤدب. تابع نفس التمرين. رقم ثلاثة. when you sit for a driving lesson a driving test، يعني بلي كتكون بغيت دوز امتحان ديال السياقة. You should be self-confident، أنصحك باش تكون واثق بنفسك. رابعة. when you go on holiday، بلي تمشي العطلة. I suggest you should go to the mountains, take your tent and your musical instrument، كنصحك باش تمشي للجبل، يعني ما تحتاجش باش تاخد لوطين الفندق. take your tent، خد الخيمة ديالك معاك، and your musical instrument، ولا كنتي كتعزف شي آلة موسيقية خدها حتى هي معاك.